شوف أنا أقول من الغباء، من الغباء أنك تنتقد اللي يخدمك. يا سلام، هذا من الغباء. صحيح، يعني أقل ما فيها اجعله. نعم، الله يجزاك. صحيح أنه يطبخ ما وده يجي قلامي، الله يسعدك، الله لا يخلينا منك، الله يبيض وجهك، الله يرفع قدرك يا شيخ. والله وش نخدمك، وش نزين معك يا أخوي؟ لا لا، بدخلك خلك قلامين، الله يرفع قدرك يا أخي، روح وقعد. ثم لا منك قلامين، الله يجزاك خير. اي والله كرر عليه. اي والله صحيح. والله العظيم يا أثرها عجيب. أيضا الأمهات الآباء لمن البنية يطبخ الطبخة، كفو 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 كفو، والله على الزينة المملوحة، وش الزين، وش الطبخ الزين، وش الحركات الزينة، وش ترى ما تبقى خسران شيء، عاطها من كلمات زين. أم عيالك زينت كفو، والله أم فلان الله لا يخليني، عاطها من الوالدة زينت شيء، عاطها كلمة زينة. كشفت السر يا أبو عبد المسلم. ها؟ كشفت السر الحين. أي سر؟ دروا. قلنا لهم قالوا إيه هذا أبو عبد المحسن، هم منك. ما يخالف، أول مرة يقول أبو عبد المحسن. أنا أذكر واحد من الزملاء كنت جالس جنبه، كان يكلم بالتلفون، إيه نعم، إيه إيه نعم نعم، إيه طيب 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 خلاص، طيب 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 طيب، سكر. كنت من تكلم؟ قال أكلم مفلان. بينكم شيء؟ زعلانين من بعض؟ قال لا لا ما في شيء. كلم جلافة. إيه قلت يا أخي شلون تقول له طيب طيب طيب، ما تعرف تقول لها يا قلبي يا عمري يا حياتي؟ قال له والله ما أعرف. شو يقول هو؟ طيب 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 المهم قلت له لا ترى ما يصلح كذا، ما يصلح، ما أشبعت يعني زوجتك بالكلام الزين. يا سلام، المفروض أنك تعطيها كلام يعني تقول أبي طماط، سمي عيوني أمري يا قلبي. أي والله. إيه إيه، أنت الحين تسمعني تقول ما قد أعرف، أعرف. وانت ايضا اذا كلمتي بالتلفون، هلا بقلبي، هلا بالغالي، هلا بتاج روسنا، هلا بسندنا. يستنكر الحين ما يخالف، خليه يستنكر، خليه يستنكر اول مره، ثاني مره، ثم تسلك الامور، يصير عادي بعدين. اي والله ترى الكلام ذا يا جماعه اثره والله عجيب. صحيح. مره قادمه وله جالس ويكل، قال طلبات، يقول لي امري يا روحي، امري يا روحي، سمي يا قلبي، سمي يا قلبي، عيوني ثنتين، لا لا والله ما فيني شيء، والله لا والله ما فيني شيء، والله كذا. شوف ايش قالت له، هذا الاستغراب اللي تكلمت. لكن المره الثانيه ما تستنكر، المره الثالثه ما تستنكر. لذلك يا جماعه الخير لا تبخلون بالكلام الزين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يخاطب زوجاته؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في حاجه اهله، يعني في بيته في حاجه، كان ينادي هي عائشه رضي الله عنها، يا عائش يا عائشة، يا عائشة، إيه يدلعها، يدلعها، دلعوا حريمكم يا جماعة الخير، دلعوهن، دلعوهن يا أخوي، دلعوهن، وش دلبخن. كان لجا ياكل، إذا أكلت من اللحم يجي مكان اللي هي أكلت منه يجي ياكل منه. إي نعم، ما شاء الله. يعني لما جت شربت من الإناء مثلا وجاي يشرب من المكان اللي شربت منه، ما شاء الله، كل هذا فيه لطف مع الزوج. سلام.